السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم شباب؟ جيت اشوف الكناري، لقيت هذه الكناري مكسورة رجلة، مكلبة بالسيم. هاي شلون مكسورة رجلة؟ اعتقد يعني صار له اكثر من ساعتين اكثر، لان جوعان، حالته حيل تعبانة. شربته مي بالسرنجة بس ما اعرف شو اكله، لان ما عندي اي الا اطحن له الاكل مالته بالسرنجة، لان ما يقدر ياكل، حالته حيل تعبانة. بس يريد ينام، ما اعرف الناباني هذا الدم بيدي وممنوع يطلع. الشباب حالته حيل سيئة، وبعد يعني توا قام يغرد. هسه رجع بالقفص ينام على هالحطة، نايم. نحاول وياه نزقه، نعاش خيرا على خير، ما عاش هاي الحمد لله وشكر. ما اعرف شلون حاط رجله بين السيامة، وظل معلقة برجله، يعت بيها. ناس دقوا علي وانقطع التصوير ووسعت. راح نحاول وياه ان شاء الله. قلت لكم ظل معلق فترة هواي، لأن مو مال ساعة وهيج، أكثر من حالته حيل تعبانة. ساعة تقرته ما بيها أي أكل، نشوف بركة الله. نحاول يا شو بالطرق، صراحة مغرى غر يدوي، ما يقدر ياكل على هاي الحالة. واني خاله سيم الصوبه حتى يدفى شوية. الله كريم.